I would like to go there at the back of the house where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me, we're staying alive. حبايب قلبي، عائلة عصام ونوع، الاثنين حلوة. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. مثل ما لكم شايفين هالمرة لحالي، ما معي عصام، معي مين؟ إسراء. لأنه هي اليوم حيكون المقلب، أكيد شفتوا بالعنوان، مقلب بعصام غير شكل. وإسراء هي بتساعديني. إسراء أنا ما خليني. إسراء خايفة تزول، ليش؟ خايفة إذا عصام إنه بيكشفنا أو شيء، خايفة إنه يزعل منا أو شيء. حامل يعني ما بيقول لي ما رح يقول لي أبدا. أكيد أنا بتعرف، أنا بشتغل الفرصة. المهم هلا شو هو المقلب؟ خطير. كلكم عم تبعتوا لي على الانستغرام انه نور سوي مقلب بعصام، اللي هو انه احكي معه من الواتساب واعمل جيب رقم جديد وهيك، واحكي معه واختبره اذا هو بيخوني او لا، او لا اذا هو خاين او لا. هلا صراحه انا ما كثير بحب هيك مقالب، بس اليوم يعني خطر ببالي هذا المقلب، وبيني وبينكم اسراء شجعتني. ايه بس انا ما راح اعمل انه جيب رقم انه جديد واحكي معه على الواتساب، لا راح اعمل اقوى، اللي هو راح احكي معه ديريكت. هلا راح تعرفوا كيف المقلب، لانه راح فرجيكم كل شيء. اكيد صوتي متغير لانه انا مرشحه ومريضه شوي، هون زي عمتي عم توجعني، عادتني حلقي عم يوجعني. وانا بهذا الشيء راح استغل الفرصه بما انه صوتي متغير عشان ما يعرف انه انا اللي عم بحكي. المهم ما راح اطول عليكم، اللي عم يشوفنا لاول مره ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناه اذا ما لكم مشتركين. خليكم معنا حتى تشوفوا شو راح يصير اليوم. هلا راح نبلش المقلب، وحيكون على النحو التالي. انا هون عندي بموبايلي بفوت على الاعدادات وبعمل اخفاء هويتي، يعني اذا انا بتصل باي حدا حتى لو هو مسجل رقمي بيطلع عنده الهويه غير متوفره. الأول شيء بفوت على الإعدادات، شايفين هون عندي إظهار هويتي. هلا هوي هون محطوطة إنه إيه يطلع رقمي. أنا شو رح أعمل؟ رح طفيها. بس شو رح أعمل هلا إسراء؟ رح أدق لك مشان نتأكد إنه بالفعل صار ولا لا. يطلع رقمي. هيئة شوي، هلا رح أدق لإسراء ونتأكد. وفي مخفت الهوية. ها شايفين؟ بيطلع عنده انه الهوية غير متوفرة. ايه انه ما في رقم. انه ما في رقم. رقم خاص. رقم خاص. خلص هلا هيك. هلا هيك امورنا تمام، ماشي بالسليم هلا. يعني خايفة. ايه حسيتي بس شو رح اعمل اسراء؟ انا رح اغير صوتي. حطي محرمة. اسراء جبت انا هي المحرمة جعلت اياه. المهم انا شو رح اعمل؟ رح احط لك محرمة مشان اتغير صوتي على الاخر. تمام؟ جاهز اسراء؟ جاهز. هلا عصام طبعا اهله لعصام عنا، ومستحيل مستحيل عصام يفكر انه انا هلا رح اعمل فيه مقلب بهذا الوقت. هو راح يجيب اغراض وانا راح استغل الفرصه راح احكي معه. هاي عصام عصومي. هلا غير شكل. هاي عصام تيا. عصام بالعادة ما بيرد على ارقام بريفات. لا بكون نازل على شي مكان، ما هو راح يجيب اغراض. خليك عم تدق لي رد. بدي يضلني عم يشتغل، عم بدي يضلني عم يضلني عم يرد، بيضلني عم يدق لي رد. اسرع ما تضحكي تفضحينا. ما عم بيرد. الو 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 مرحبا. يا هلا. معي عصام. معك عصام. ياي مين معي بالله؟ ماني مصدقة انه انا عم بحكي معك. عفوا؟ مو مصدقة انه انا عم بحكي معك عن جد. انت عصام؟ هلا اكيد انه انت يعني عم تتصلي على هذا الرقم، فاكيد انت بتعرفي اني صاحب الرقم. انا عصام، مين حضرتك؟ بس بدي اتاكد يعني انه انت اكيد عصام، لانه ما عم صدق حالي. طيب عصام مين معي؟ انت يمكن ما بتعرفني بس انا بعرفك من زمان. طيب اوكي انا عصام.
الرقم، مين حضرتك؟ عم قلك انت ما بتعرفني بس انا بعرفك من زمان. وصراحة بس رايك تشدي البراغي شوي تبعك انت وعم تحكي معي، مين حضرتك؟ الو تشدي البراغي دقيقة. ايوه معك انا. بس شوي بالله بس عم سوق لانه عشان ما يكون شيء مصير بشي. تفضل مين معي بالله؟ عم قلك انت ما بتعرفني. طب اوكي ما بعرفك انا، طب مين حضرتك؟ انا صراحة بعرفك من زمان وكمان انا بتابعك على اليوتيوب. انت بتتابعيني على اليوتيوب؟ ايه. طب عفوا منين جبتي رقمي بس؟ هلا الصراحة انا ما فيني اقول لك من جبت الرقم لانه يعني هن حلفوني انه انا ما احكي. فانا ما احكي رقم برايفت وبالسويد. ايه بعرف. انت حضرتك بالسويد؟ ايه انا بالسويد. مين اعطاكي رقمي بس؟ صراحة ما بقدر اقول لك ولا ما بقدر اقول لك لانه هن حلفوني انه انا ما احكي. طيب اوكي ما في مشكلة. طيب شو المطلوب هلا؟ انا بس بدي اقول لك انه انا كتير بحبك وصراحة يعني عم برجف يعني ما بعرف شو بدي اقول لك بس انه وانا كمان كتير بحب كل مين بتابعنا على اليوتيوب. لا عفوا انا اوكي بتابعكم على اليوتيوب بس انا يعني ما بدي تعتبرني انه انا من متابعينكم لانه انا بحبك الك وبعرفك من زمان اصلا من قبل ما حتى تفتحوا يوتيوب. بتعرفين من قبل حتى ما افتح اليوتيوب؟ ايه يعني صراحة انه ما بدي تعاملني كمتابعة على اليوتيوب. طب انت قديش عمرك؟ مصير تعرف؟ لا مو مصير اعرف، انت قديش عمرك؟ قديش عمرك؟ يعني ما بتعرف انه واحدة ما تسأل البنت قديش عمرها؟ سؤال محرج صراحة. سؤال محرج صراحة. لا انت فيكي شيء. شدي البراغي تبعك، اوكي؟ وانت مبين عليك عمرك 16 سنة، وانت بتعرفي انه انا على اليوتيوب، انا بصور انا وزوجتي، متزوج صح ولا لا؟ وبتعرفي ان انا متزوج من بنت اسمها نور، بما انك عم تقولي بتتابعيني على اليوتيوب، صح؟ فشو المطلوب هلا انت ده او متصلة؟ يا الله عصام ليش هيك عم بتنرفز علي دغري؟ لحظة شوي خليني اشرح لك. طيب اشرحي. أنا بعرفك من زمان، يعني أنا مو إنه بعرفكم من عن طريق اليوتيوب، أوكي؟ وبعرف نور وبعرف يعني كتير منيح بعرفكم يعني. طب ما زال يعني بتعرفيني وبتعرفينا كتير منيح، طب شو المطلوب مني أنا؟ أنا صراحة بحبك بحتى يعني من زمان بحبك، وأنا صراحة وأنا بحب كل الناس. يتسلم يا عمري. بس أنا صراحة إنه حاسة إنه أيوة بدي إنه صراحة. إنه نور يعني مو مناسب لك عن جد، يعني انا خليني احكي صراحة. اولا انا حابة لك شغلة انه انا ما عمري 16 سنة. قدام ريك؟ صغرتني كتير، بقى انا اكبر من هيك على فكرة. يعني ما تفكر انه انا مراهقة، انا ماني مراهقة. تفضلي. انا بس حابة لك يعني انه انا اوقات كتير بزعل عليك عن جد. كتر الله خيرك. الحمد لله لقيت مين يزعل علي بالحياه. شفت خير ان شاء الله. لانه انا بحس انه عن جد نور ما بتستهلك ابدا. وبتعرف ليش بزعل عليك؟ بسالك على شغله لك مشان ضلني حاكيكي باحترام وما سكر التليفون. بس انا عم بحكيلك يا عصام. انا اول شغله رديت على هذا الرقم يعني مفكر انه حدا متصل فيني او شيء، حدا بالسويد دائره حكوميه او هيك، اوكي؟ بس بوعدك اني رح سكر دغري التليفون اذا بتجيبي سيره نور. اوكي انا ما رح اجيب سيره نور بالعاتل. لا ما تفهمني غلط. طب ليش كثير عم تعوزي لسانك؟ قليلا بنزل مره ثانيه. ما دقيقه شو دقيقه اسمعي الو. ايه معك انا. مين معك؟ عم اقول لك انت ما بتعرفني بس انا اللي بعرفك. بس اذا انت مصر تعرف مين انا، اذا طيب انت امن لي وانا مستعده اعترف لك بكل شيء. طيب امنت لك انا، يلا هاتي لنشوف التسجيل. انا بس بدي اقول لك على شغله، انه انت عن جد شاب وحبوب وبعدك كثير صغير بالعمر ورومانسي. انا كثير بحب الرومانسيين، يعني بشوف انه انت كيف بتعامل نور وهيك. فانا انه صراحه كثير رومانسيه كثير. طب في كل شباب هالعالم كلهم، ما لقيتي انه كل الشباب عنده رومانسيه؟ وفي شباب كثير منيح، في شباب كثير خلوقين بعرف هالشيء. حبوبين مثلك
فانا برايي انه تشوفي حدا مثلا ثانك يو عن جد ثانك يو انت اللي حبوبين تشوفي حدا مثلا قريب منك من اولاد خالاتك الا ما تلاقي شيء شب حبوب اولاد عمتك عرفتي كيف؟ فانا برايي انه الدنيا بدك اسالك سؤال طيب بس سؤال جاوبني عليه بصراحه اذا بتريد هلا طيب. انت عن جد سعيد بحياتك مثل ما بنشوفكم على يوتيوب ولا انت بتمثل على نور انك انت بتحبها وهيك؟ حابة تعرفي بصراحة؟ انا كثير بحب الصراحة اي الحب وبوعدك انه وبوعدك انه ما الحب ما بيتمثل الحب يعني اذا كان في شخصين بيحبوا بعض فهن اكيد ما بيقدروا يمثلوا على بعض هذا الشيء راح يبين مع الايام عرفتي كيف؟ وبالنسبة نحن تصويرنا وحياتنا تصوير حياتنا على اليوتيوب فهذا الشيء للواقع يعني من حياتنا اليومية شو بصير معنا فانا عم بشرح لك كونك انت بتتابعينا على اليوتيوب فهمت كيف؟ وانت ان شاء الله يا رب هيك بكره الله بيبعث لك ابن الحلال وبتتزوجوا وبتحبوا بعض وبتعيشوا ايام حلوه مع بعض. اي بس انا بدي اعيش انا ونور. اي بس انا ما بدي حدا، انا بدي انت وبدي اقول لك انا هلا ليش زعلانه عليك؟ لانه انا اللي بدي اوصل لك اياه انه انت مثلا ببعد عمر صغير وعندك ولدين وهلا جايك اثنين على الطريق. طب انت عن جد انت سعيد بحياتك؟ انت تسمحي لحالك تقولي انه انا بدي انت وانت بتعرفيني انا شب متزوج. بعرف انك متجوز انا ما عندي اي مشكله وبوعدك انه دلي لك اكثر من نور عن جد نور ما بتستاهلك يعني انا بوعدك اني انا دلي لك اكثر من نور تقولي انك تدليني اكثر من نور اي بوعدك هذا معناته فدي بقله الذوق انت عرفتي وانا بصراحه ليك لانك انت بنت و انا بدي لك بس انا ما بحب اني يعني احكي كلام ما حلو فهمتي كيف؟ يعني ما بحب اني احكيكي كلمتين تنجرحي فيهم، اوكي؟ انا كل ما هنالك بقول لك الله يا رب يختار لك الخير ويطعمك ابن الحلال الله يختار لك احلى من عصام واحسن من عصام شو اوكي؟ اندمج عصام كثير شو قله اوكي حضره امانه فما سكر التليفون فما تعود تسكر بوش حدا طيب ليك والله بنزل على الدره انا ما عندي اي مشكله لا اله الا الله لك انت مين صفتك علي؟ قريتي مين صفتك علي؟ مين اعطاك الرقم اختك ازرق؟ يا الله الو يلا شو بدي اقول له؟ خلص قول له سكر بحكي معك بعدين؟ قول له بحكي معك بعدين جوزي قلت لي قول له جوزي الو ليك بحكي معك بعدين اذا سمحت اوكي؟ يلا باي باي يا عن جد رح ياكلني من السماعة رح يطلع علي من التليفون عصام كثير مندمج كثير كثير يعني بس مو لا بس ليكي بس عم ياخذ يعطي معه شو قصدك؟ ليش عم ياخذ يعطي معه؟ مفروض لا مو لهالدرجة نور مو لهالدرجة لا امبلا يعني هو ليكي بركي مثل ما قال بركي حدا دافش علي يعني بركي مثل ما قال عصام حدا دافشك علي انت لا بس مو لازم هو كان لازم ياخذ يعطي معه هو عم ياخذ يعطي معه بالحديث لا نور انت غيري شوي لا والله بالعكس بس شو بغيري انا بس هلا مثلا يعني وحده عم تقول له انه انا بحبك كذا ومن هالاحا يعني الاحاديث يعني احاديث المفروض دغري سكر بوشها انا بقول لك بجوز هو عصام فكر انه فعلا في حدا دافشوا عليها فهمتي يعني انه الواحد عادي بيصيب الفضول يعرف مين انت يعرف عصام انه انا انا ما دخلني بالعكس كنت نايمه انا هلا فيت ما دخلني كنتي نايمه هلا ليك فرزي كيف كنتي قاعده تقولي قلتي له قلتي انا قلت له شو انه قالت لي قلت له بنزل حضرتك دقيقه نرجع نخبره دقيقه نرجع نتصل نرجع دقيقه بس وزني اسراء ما تفضحيني الو انا كثير كثير اسفه وبعتذر لانه سكرت الخط بس كان امر ضروري عن جد اسفه تفضلي طب شو اللي بدك اياه ما قلت لك شو بدي اياك انا بحبك كثير وحابه يعني انه طيب نلتقي شي مكان بس نلتقي عن جد امنيتي بشوفك مره اسمعني لك اسمعني لك شغله اسمعني لك شغله انا اول شغله طيب ليك عصام حقق لي بس هي الامنيه وما بدي شي منك ابدا ابدا وبعدك ما احكي لحالي كلها ورحتي لعند عصامي حقق لك امنياتك تركتي الدنيا كلها ورحتي لعند عصامي حقق لك امنياتك طيب شو بعمل الالبوم ما يهوى الالبوم ما يهوى انت مين صلتك علي؟ ما حدا مسلطني عليك انت بالسيارة انت بالسيارة عم بتسوق انا عم حاكي على قد كلامك
بالعكس انا بحبك وما يعني ما بحب انه حدا يعني انا بحب كل الناس، كل الناس خير وبركه. يعني فاذا انت اذا انت اذا انت حابه تعملي شيء قصه حابه تخربي لا 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 ليك ليك انا ما عندي هالامور نهائيا. وانا ما يعني انت على فكره انت عم تظلمني، عم تظلمني على فكره. انا ما عندي هالامور نهائيا. معقوله انا اخرب بيت؟ انا عم اقول لك لا حرام هالاطفال انه اخرب بيناتهم. بس انا يعني بحبك وانا مستعده يعني عادي اكون زوجه ثاني لك. انت عم تقولي بتعرفيني من زمان، وانا بكل شيء من اول يوم ما خلقت بتاريخ هاي اللحظه بعمري ما خبيت شغله على نور، بما انه هي دائما الاولى بحياتي. عرفتي كيف؟ وصلنا لسا كمين مليون هيدك شو بدك وهي تبع انزل على ضرة وما انزل على ضرة. والله العظيم والله العظيم شي بضحك. تعرفي ليش؟ لانه انت بما انك صبية وامورة فانا برأيي طيب انت شو عارفة كم انا امورة؟ ما تقبلي ما تقبلي كل الصبايا هيك اللي اول طلعتك الله يختم لهم الخير صبايا عمامير وحلوين. فانا بنصح انه ما حدا ينزل على اي ضره وما حدا على ما صبايا عمامير وحلوين عم بيقول لها عرفتي؟ لا انا بترجي عم بيقول لها صبايا عمامير وحلوين اجباري عم بلازم لازم انا ونور كمان بنحبك نكسب خاطره بتمنى لك الخير. يعني ما رح تصلي معي ما رح تصلي معي لغير هذا الكلام اوكي؟ طيب انا حاكيك كلها باخر كل هدوء. هذا اخر كلام عندك؟ لا هذا مو اخر كلام، هذا اول كلام. طيب تسمح لي شوفك بس لو اخر كلام لسه ما سمعتي اخر كلام. عرفتي كيف؟ طيب بس بس شوفك آخر مرة واحدة اخر بس. كلامي بيكون الك، اخر كلامي بيكون الك، يعني انا ما راح اظلم اهلك مثلا اللي ما عرفوا يربوكي. عرفتي كيف؟ لانه ما دخل بجوز انت حدا عم يعلمك تحكي هذا الحكي معي مع احترامي لأهلك. لا والله أنا ما حدا عم بيعلمني، وأنا قلت لك قبل بوقت قبل شوي قلت لك إنه أنا مالي مراهقة. طب أنت ليش عم تحكي كأنك قاعدة تحت البيدة بقلبي؟ يا يا شو بدي أقول له؟ شو بدي أقول له؟ لا تكسرني مخاطر. بسن بشكل الو يا ايوه انا معك، بس انت عن جد بتكسر بخاطري. تكسر بخاطرك؟ الله يبعد مين يجبر بخاطرك. طيب الله يسلمك يا ما بتلاقي حدا يجبر بخاطرك؟ لا الله يبعد مين يجبر بخاطرك. بلا في يعني بس انه قلت لك القلب ما يهوى، انا حبيتك الك سبحان الله. القلب ما يهوى ما هو هي مشكلتي، القلب ما يهوى خارب بيوت كثير ناس. انا بيريح طلع عم تاخذ وتعطي. ايه عليك ياخذ وياخذ هو بس يعني عم باخذ وياخذ بس شيء طبيعي. نور عم نور مشان نور تحكي معي. هي دقيقه الا رح اسليك لي دقيقه شو بدي خليك الو لا الو ايوه ايوه خلص انه الو ايوه لا شو خلص انه ليك انا باخذ وبعطي معك اني بالطريق رح اوصل على البيت مشان نور تسلم عليكي وتسلمي عليها. فانا بتوقع انتم بنات بتعرفوا كيف تردوا على بعض. طيب اوكي اوكي انا بحكي معك بعدين باي باي. يو 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 لا 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 عن جد مو طبيعي بهدلني بهدلني بهدلني. شو بالبيدي عم تحكي؟ قال لي قال لي شو بكي كانه قاعد تحت البيدي. ليك قال 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 رح اوصل على البيت. انا برايي هلا نسكر التصوير وبس يجي شوفوا لازم يحكي لي. شو بجد لازم يحكي لي يحكي لي ولا ما يحكي لي؟ خليكم معي هلا مضطرة اسكر الكاميرا وبرجع لكم. خليكم معي بدي لكم على شيء انه عصام اجى وضل تقريبا اكثر من نص ساعه وما حكى لي شيء ولا جاب لي اي سيره. فانا شو رح اعمل هلا؟ حطيت الكاميرا هون رح اخطيها بهي البشكير حتى ما يشوفها، ورح ندير على ظرف اقول له انه كان تليفونك مشغول وهيك ما مين كنت عم تحكي. شفتي قلي ولا ما رح يقلي؟ الأول شي رح خبي هي الكاميرا، أهم شي خبي الشاشة مشان ما يشوف أي شي. أوكي خليكم تعال 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 بدي أكل شغلة تعال شغلة.
انت هيك شغله ضروريه والله. ايه شو الشغله الضروريه؟ لا انا عودهم مشان ما يسمعونا عيب. عود اسالك شغله. ايه بس اسالك على شغله. لا مو عيب يعني الشغله مشان ما يسمعونا. ما حبيت اسالك قدامه. طيب شو هيك المعنى؟ لما انت كنت رايحه بتجيب اغراض قالت لي امك انه نسيانين شغله واتصلت فيك انه مشان نجيبها. ايه مشان انه تجيب بطريقه. بس كان تليفونك مشغول كثير. ايه ليش تليفونك مشغول؟ شي 10 دقائق. لا اكثر 10 دقائق اتصلت فيك 3 مرات وتليفونك مشغول. كنت عم بحكي مع وحده. والله العظيم عم تحكي مع وحده. جاني رقم بريفات وحده اتصلت فيني. ايه ايه على انه هي معجبه. هلا هي منين جايبه رقمي انا ما بعرف بصراحه. ايوه فهمتي كيف؟ انه هي منين جايبه رقمي انا ما بعرف. وانت عم تحكي معها اكثر من نص ساعه؟ هلا انا حكيت معه وطولت بالمكالمه. يعني كنت انه انا مو بالطريق مخطط اني اوصل لهون على البيت وخليكي انت تحكي معها كمان. والله لانه هي اول شيء حكيت انه هي معجبه. ايه عرفتي كيف؟ وبتتابعنا على اليوتيوب. بعدين شوي شوي تطور الموضوع وصار بتنزل على ضره وبلشت بالحكي وانا بحبك ومن هذا الكلام. طيب انت ليش من اول ما اجيت ما حكيت لي؟ كان فيك تجي تاخذني على الغرفه وتحكي لي. ليش ما حكيت لي؟ لانه الموضوع اكثر من تافه. انه انت بعد كل شيء بتحكي لي دغري؟ بحكي لك وقت يكون في شيء. هذا الموضوع اكثر من تافه. بس انت ليش كثير تاخذ وتعطي معها بالكلام؟ عم باخذ وبعطي معها لانه الصوت كنت عم حس اني كانه حدا بعرفه، وهي كمان بنفس الوقت قالت لي انه انا بعرفك من زمان. فهمتي كيف؟ يعني صار عندي شكوك انه مين اللي عم يحكي معي، حبيت انه يعني من باب الفضول حابب اعرف منين جابت رقمي ومين اللي عم يحكي معي. انه انت صرت تاخذ تعطي معها اكثر مشان تفهم منها. اكيد مو مشان نزلها على الراي. بس انت مثلا هلا انا مثلا يجيني تليفون من حدا انه انا دغري بسكر التليفون مشان شو ارجع اخذ واعطي. معك بس انا اجاني رقم بريفات. آه. اوكي وهي يعني انه حدا جايب رقمك وعم يحكي معك وعم ياخذ ويعطي وبيعرف عنك مثلا انه يعني حسيت كانه حدا بيعرفني اللي عم يتصل. يعني مو حدا من المتابعين مثلا. عم تفهمي كيف؟ لانه كل الناس مثلا بتحبنا كذا بتبعث لنا بتسلم علينا بيقولوا لنا بنحبك وانا بقول لهم بحبكم وكذا وهي بس هي لا بتنزل على ضره شو رايك؟ بتستحي. عرفتي كيف؟ فانا صار عندي فضول اعرف منين هي جايبه رقمي. بلكي حدا عطي الرقم. لا احلى شيء هي حل برضيها على الاخر وعم تحكي وعم تحكي مثل هدول البنات احزلي شو اللي هي عامله حالها ياي ونكب الشاي وهيك والامور هيك. ياي ونكب الشاي. بس ليش مو دغري قلت لي؟ والله لانه الموضوع تافه. لانه احنا كوني. عرفتي؟ لا مو هيك انه ما اجبرك انك الموضوع تافه. حتى انا توترت انه انا عم بحكي معها. والله. وعم سوق وبدي اوصل وانه وقلت لها كمان قلت لها انه شو رايك عم تضحكي كثير؟ قلت لها كمان بس اوصل على البيت خلي نور تحكي معي كي ترد عليك. طب كنت تخليها كنت بحكي معها بتعرف عليها مخلوقه. شو بتعرفي عليها الله يكون بعونها. لا هي مدفوشه حبي من الاخر. يعني حدا بكون دافشها او شيء. والله. ايه بعدين عادي قومي احكي قدام اهلي انه لا انا قلت لحالي انه بلكي انت ما حبيت احكي بالموضوع بدي اسحب منك حكي. تسحبي مني حكي؟ ايه نحن ماني عامل نسحب منك حكي. طيب ماشي ماشي يا عصام بس هي ما بتحكي لي دغري اكيد شو بسوي بس انت بتعرفي انه مخبي عليك شيء بس انه هيك مواضيع انه عن جد تافهه ايه بس بدي لك عشان ما تزعل لا ما رح ازعل ما تزعل قول والله قول والله ما بزعل والله ما بزعل شوفي يعني تعرفيني ما بزعل منك شوفي بعدين شوي ايوه حلو 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 نوشه حلو يعطيك العافية. ييه انا بتغني العافية عصام تفهم الموضوع ما حسيت انه انا اللي حكيتك. هلا انا حسيت انه في حدا شكيت فيني؟ ما شكيت فيك بصراحة. اي الحمد لله عصام ما شك فيني. لأنه الصوت مختلف كليا عن صوتي. لا مستحيل يعرف انه هذا صوتي. بس يعني انه عم بعمل فيك مقلاة وبتعيش تاكل غيرها. هلا أول ظبط المقلاة. أول ما هي قربت على الكاميرا عرفت انه هي عم تعمل فيني مقلاة. أكيد بتعرف انه عم بعمل فيك مقلاة. ما بعرف شو بس كيف حل البراغي هيك صوتك انا ما عم بعرف ما بعرف كيف هيك طلع معي الحكي بس انا يمكن مغير صوتي فهذا الشيء ساعدني اكثر انا صراحه توترت انا عم بحكي كنت على التليفون ايه كان رح يطلع هلا رح يطلع لاني عرفت انه في حدا بيعرفني عرفت بس ما توقعت انه نور بصراحه قصدك انه لو انت مالك شاكك كنت يلا اخذته وعطيت معه لا والله مو انت اخذته كثير وعطيت معه والله اخذته كثير عطى معي اخذته وعطيت بس انت المفروض دغري تسكر بوشي انا بس مشان اعرف انه هي منين جابت رقم تليفوني وهي مين وبنفس الوقت كمان الصوت كان بيوحي لي انه البنت عمرها 16 17 سنه لا قلت لك انا بالغه بلغه بلغه
انتي مصيبة مصيبة. بس شلون المقلب حلو. يلا اكلنا المقلب ومشي الحال. بس بصراحة لكم بكل صراحة اني انا ما حبيتها منك. على فكرة هو عصام ما بيحب هيك حركات. عن جد انا ما بحب هيك حركات. لا هو يحب هن كتير بعد. واحدة مثلا انه تجرب زوجة وكذا وهيك وهالمواضيع هي. لا هلا شوف هلا انا هو صراحة يعني انا واثقة فيك. ما بحب انه نحط بحديث بهذا الموضوع يعني مع مين حكيت وليش هيك حكيت وليش هيك طولت وليش هيك. لك ما فهمت قصدي. هو انا واثقة فيك والله. واثقة فيني وعملت هذا واثقة فيني وعملت هذا الفيديو لانه هن كثير كتبوا لي انه نور عامل لي مقلب بعصام انه من رقم غريب وهيك شوف شو رح يعمل. عادي هلا بالنهايه انا ما بزعل من نور في شغلات انه يعني انه عادي بتقبلها. نحن حبيب بينات اكبر من هيك اكبر من هيك اكيد يعني هي بس حابه انتهى معك مو اكثر. يلا ان شاء الله هيك بعد ما نور تقوم بالسلامه اكيد يعني انه كلهم انا بجهز لها اياهم ان شاء الله. سجل شكلك عم تسجلهم بالورقه. هلا هيك وصلنا معكم لنهاية الفيديو. بس قبل ما نختم الفيديو رح ناخذ الأسامي مثل ما عودناكم. معنا أول اسم ميرا من دمشق وأمان المسلية من العراق وأروى من سوريا. إذا حابين يطلع اسمكم بالفيديو اللي جاي اكتبوا لنا تحت بالتعليقات اسمكم ومن أي بلد عم تتابعونا وما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة إذا ما لكم مشتركين لحتى تكبر عائلتنا. تابعونا كمان على الانستغرام والسناب شات بتلاقوا روابط صندوق الوصف تحت. بنحبكم كثير كثير بنشوفكم إن شاء الله بالفيديو اللي جاي. وسلام.